بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب، أو بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب، بداية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الـ OSBF، واستكمالا للحلقة السابعة من حلقات الـ OSBF والتي تكلمنا عنها المرة السابقة عن حاجة اسمها Router Types and Area Types، أنواع الراوتر في الـ OSBF Domain. وعلى عجالة راح نعمل مراجعة لما تم أخذه في الحلقة السابقة. ذكرنا في الحلقة السابقة بأنه يتم تقسيم الـ OSBF، يعني من شروط الـ OSBF بأنه يتم تقسيم الـ OSBF إلى Areas، وكل اريا يعني يتم تقسيمها الى اريا زيرو التي هي الباك بون اريا او الاريا الرئيسيه. قلنا وظيفه هذه الاريا تربط الارياس المختلفه، ووجود الراوترز في هذه الاريا يعني تبعا لوجود الراوتر في الاريا يختلف مسمى الراوتر تبعا لوجوده في الاريا. فاذا كان الاريا الراوتر موجود في اريا كل الانترفيسز كل المنافذ تبع الراوتر موجوده في اريا معينه، هذا بيسمى انترنال راوتر. اخذنا معنا الانترنال راوتر، الراوتر الداخلي هو عباره عن راوتر جميع الانترفيسز تكون في اريا واحده. مثلا هنا عندنا R1، عندنا مثلا هنا R6 وR7، هو عباره عن انترنال راوترز. وقلنا الراوتر الاخر هو عباره عن راوتر يقع بين تو ارياس، يعني بعض الانترفيسز في اريا والانترفيسز الاخرى في اريا اخرى. مثلا عندنا R2 هو عباره عن ABR، هو اريا بوردر راوتر، لانه يقع بين الاريا 30 يقع بين اريا 30 وبين اريا 0. كذلك الار 3 هو عباره عن اريا بوردر راوتر، لانه يقع بين 3 ارياس، ار 0 اللي هو اريا 0 اي 0، ويقع بين اريا 30 اللي هي اريا 30، ويقع بين اريا 10. هذا بنسميه اي بي ار. قلنا وظيفه هذا الاي بي ار، الاي بي ار هو عباره عن راوتر يقوم بالربط بين هذه الارياس. وغالبا ما يتم استخدام الاي بي ار كوسيله ربط بين الاريا والباكبون اريا، بين الاريا والباكبون اريا، يعني بين اريا 30 وباكبون اريا، بين اي اريا وباكبون اريا. وقلنا الاريا 0 ممكن نسميها ترانزيت نتورك، ترانزيت نتورك اللي هي عباره عن الشبكه التي من خلالها استطيع اني اعبر الى اريا اخرى. ايضا وجد نوع ثالث من الراوترز هو الاي اس بي ار راوتر، اللي هو اوتونوم سيستم باوندري راوتر. هو عباره عن راوتر يقع على الحدود ما بين الاو اس بي اف دومين ككل، ما بين جميع الراوترز اللي بتشتغل بنفس البروتوكول الاو اس بي اف، وراوترز اخرى تشتغل ببروتوكول اخر مثلا زي الاي اي جي ار بي. وقلنا مثلا عندنا هنا في الرسمه هذه ار 4 هو عباره عن الاوتونوم سيستم بوردر راوتر، اوتونوم سيستم بوردر راوتر. طيب، انهينا هذه تقريبا. درسنا لهذا اليوم راح يكون عن حاجه اسمها الاريا تايبس، انواع الاريا. كما اسلفت لكم قسمنا الاريا الى قسمنا الاريا الى ستابي اريا، توتالي ستابي اريا، نوت سو ستابي اريا، نوت سو ستابي، توتالي ستابي اريا. بشكل عام راح اوضح لكم ماذا تعني هذه العبارات بشكل يعني مختصر، ما السبب في وجود هذه الارياس. طبعا مثل ما اسلفت لكم سابقا، كل راوتر بيبعث معلومات دقيقه عن نفسه، بيعلن عن نفسه. كيف يعني؟ الار 2 الان، الار 2 الموجود في اريا 0 بيبعث معلومات عن نفسه. ايش هي المعلومات عن نفسه؟ المعلومات هذه كانه بيبعث معلومات وبيحطها بظرف واحد، بيبعث معلومات معينه وبيحطها بظرف واحد. بيبعث ايش النتورك اللي متصله فيه، الانترفيسز اللي متصله فيه ايش هما. مثلا هنا عندنا R2، مثلا R2 مثلا فيه 3 لوب باك انترفيسز، بيبعث انه متصل بلوب باك انترفيسز 2.2.2.1 مثلا. واضح الكلام؟ كذلك بيبعث انه متصل بانترفيسز 2.65. واضح الكلام؟ وهكذا بيبعث بجميع الانترفيسز اللي موجوده فيه 3 لوب باك انترفيسز، ويبعث بانه متصل بلوب باك انترفيسز E0. جيد، هذا الشيء الاول. ايضا يبعث انه متصل بانترفيس A0 over 1، وهذا الانترفيس موجود في اريا 30. بيبعث ايضا الراوتر R2 بانه موجود ضمن الاريا 0. طبعا هذه المعلومات كلها بيبعثها لمن؟ بيبعثها يعني كل راوتر من الراوترز هذه بياخذ نسخه من هذه الاشياء. طبعا هو ما يبعثها لكل راوتر مباشره، يبعثها الى راوتر، هو الراوتر هذا وظيفته يقوم بتوزيع هذه الاشياء. واضح الكلام؟ ممكن نسمي هذا الراوتر ديزيجنيتد راوتر. راح ناخذ ان شاء الله
الراوترز ايضا من ضمن المصطلحات الموجوده ديزيجنيتد راوتر، الباك اب ديزيجنيتد راوتر والدي ار ادر. طيب ما علينا من هذا الكلام حاليا. حاليا انه ار 2 بيبعث معلومات تفصيليه، بتصل معلومات تفصيليه لار 4 ولار 5 ولار 3 عن ار 2. كل راوتر نفس الشيء، ار 3 بتصلها معلومات تفصيليه عن ار 2 وعن ار 4 وعن ار 5. مثلا بيقول ار 2 كذا بهذا الشكل، مثلا بيقول ار 2 لراوتر ار 4، اوكي الراوتر ار 2 بيقول للراوتر ار 4 انا عندي نتوركس 2.2.2.1 على كم؟ على 27. عندي نتورك 2.2.2.65 على كم؟ على 27. عندي نتورك 2.2.2.129 على كم؟ على 27. يقول له ايضا عندي نتورك اللي هي 30.30.30.1 على كم؟ على 27. وهذه موجوده في اريا، كل هذه الانترفيسز موجوده في اريا 0. وبيبعث الكوست حق كل انترفيس كم هو. مثلا بيقول له انا عندي راوتر اثنين، عندي نتورك، عندي متصله بنفسي انا، نتورك هي 2.2.2.1 على 27. واضح السبنت ماسك حقها 255 255 255 224. الكوست حقها مثلا بيكون 1. هذه الاريا موجوده، هذه النتورك موجوده في اريا 0. واضح الكلام؟ هذه تقريبا معلومات تفصيليه عن الراوتر ار 2. هذه المعلومات التفصيليه بيبعثها، طبعا هو بيبعث معلومات تفصيليه ار 2 ويقول له ايضا، ويقول للار 2 انا عندي اثنين جيران، الجار الاول موجود في ار 2 اسمه ار 5، وعندي جار اسمه ار 1 في ار 30 في اريا 30. واضح الكلام؟ تقريبا هي هذه المعلومات التفصيليه. وبيقول له ايضا انه ما فيش اي اوثنتيكيشن، ما توجدش اي باسورد بين الراوترز اللي موجوده بيني وبين الجار مثلا، او بيني وبين اعضاء الاريا نفسها. تقريبا هذه عباره عن معلومات معينه بيسويها الار 2، كانها عباره عن مجموعه من الرسائل او مجموعه من الورق، بيرميها على طول في وسط ظرف. كل ورقه بتسمى ال اس اي، لينك ستيت ابديت. ايش معنى لينك ستيت؟ بيوضح حالة اللينك هذه، ايش هي اللينك، وايش السبنت ماسك حق اللينك هذه، وايش الكوست اللي بيوصلني للينك هذه، واي اريا موجودة فيها هذا اللينك. هذه كلها المعلومات بتسمى ال اس اي، لينك ستيت ادفرتايزمنت، اعلان عن حالة اللينك. بعدين بيرسلها الار 2. طبعا الار 2 مش معقول كل نتورك بيرسلها لحالها، لا، هذا اصلا يعني حيسبب ترافيك كثيره على اللينك الواصله بين الراوترز، وايضا بيستهلك وقت كبير. يعني تخيل انك عندك 20 شبكه واصله بار 2، 20 شبكه واصله بار 2، بالتالي حتبعث 20 رساله، لا مش صحيح هذا الكلام. فايش بيسوي ار 2؟ هو بيبعث جميع معلومات النتوركس الموجوده مره واحده، بيسويها كلها بظرف، كل الرسائل هذه بيجمعها كلها وبيوضحها، بيضعها بظرف، اسم الظرف هذا لينك ستيت ابديت، لينك ستيت ابديت، بيبعثها، بتصل هذه المعلومات الى ار 4 والى ار 5 والى ار 3. ار 4 وار 5 وار 3، ار 4 بيعلم انه ار 2 متصل باثنين راوتر، الراوتر الاول بيعلم ار 4 اول ما تصل له هذه الاشياء هذه بيشوف انه ار 2 متصل باثنين راوتر، الراوتر الاول هو ار 1 موجود في اريا 30 والنتورك المتصله فيه كذا كذا. الراوتر بعدها بيحصل كل راوتر على معلومات عن كل راوتر، يعني ار 4 بيحصل على معلومات كامله عن جميع الراوترز الموجوده في اريا 0، ار 2 بيحصل على معلومات كامله عن جميع الارياس، عن جميع الراوترز الموجوده في اريا 0، وكذلك ار 3 وار 5. بعدها الان في الاو اس بي اف، في الاو اس بي اف راوتنج بروتوكول، في بروتوكول الاو اس بي اف، بنلاحظ انه الراوترز هذه بترسم شجره، بترسم ايش؟ شجره. جذع الشجره هذه ايش هو؟ هو الراوتر نفسه، وفروع الشجره هي الديستنيشن لكل راوتر موجود. اعطيكم مثال يعني مبسط جدا. لاحظ انا عندي هنا هذا جذع الشجره، هذا الان اللي عندي هنا هو عباره عن ار 4. لاحظ ار 4 طبعا متصل اتصال مباشر بار 3. معلش حركتي في الماوس بطيئه، بس
R3 واضح الكلام؟ R3 R3 واضح الكلام؟ متصل ب R1، R1 متصل ب R2، وبهذا الشكل يعني نحصل على ايش؟ على بيانات كاملة. واضح الكلام؟ فهو بيبحث الديستنيشن الواصل لكل هدف. يعني عندك هنا R3 بيفهم انه واصل على فين؟ بيفهم انه واصل على R1. يعني R4 بيقدر يوصل على R2. واضح الكلام؟ R4 بيقدر يوصل على R2. واضح الكلام؟ بهذا الشكل يعني تقريبا، يعني هو بيرسم شجرة بهذه الكيفية. طيب خلاص الارياس موجودة. طيب بيعرف تفاصيل دقيقة عن اي راوتر داخل هذه الاريا. يعني هذه يعني اي، ما ينفعش يعني الان ما ينفعش اني اجي اسوي تلخيص لراوت معينة او لنتورك معينة. مثلا عندي في الراوتر 2، مثلا عندي في الراوتر 2 2.2.2.1/27 2.2.2.65/27 2.2.2.128/27. ما ينفع اني اعمل لها تلخيص داخل الاريا زيرو، يعني اعمل ملخص للاريا، لا، داخل الاريا نفسها. لازم كل راوتر داخل الاريا يعرف معلومات تفصيلية عن اي راوتر موجود معه، عن اي عضو موجود في الاريا نفسها. لكن ينفع انه اي راوتر بيبعث تلخيص لراوتر اخرى. يعني الان الراوتر R1 لو انا ابغى ابعث ملخص للثلاثة النتورك الموجودة في R2، اقدر اني ابعث ايش؟ اقدر اني ابعث ملخص في هذه الحالة، اقدر. واضح الكلام؟ بهذا الشكل استطعنا ان نعمل ايش؟ يعني التلخيص بينفع خارج الاريا، اوكي، خارج الدومين نفسه، خارج الاو اس بي اف بينفع، لكن داخل الاريا نفسه ما ينفع اطلاقا اني اسوي اي تلخيص. واضح الكلام؟ بهذا الشكل. طيب ما يهمنا هنا هو الاريا تايبس. حنجي على حاجه اسمها ستابي اريا. انا لما اقول ستابي اريا، طبعا الراوتر R3 الراوتر او الاريا 30، الاريا اللي هنا 30، لاحظ لو عندي هنا 20 راوتر، لو عندي 20 راوتر راح تعرف هذه الاريا 30 بانه متصل عندي في الـ في الـ في الاوتونوموس سيستم حق الاي اي جي ار بي 20 شبكه. راح تعرف ان عندي 20 شبكه، راح تعرف ان عندي 20 شبكه. طيب انا ما ابغى اخليها تعرف بهذا الشكل. الستب اريا، لا، الستب اريا بتقول بانه في شبكات خارج الاو اس بي اوف دومين استطيع اني اصل الى هذه الشبكات عن طريق الراوتر R4. استطيع اني اصل الى هذه الشبكات عن طريق الراوتر R4. ايش الاعدادات اللي اسويها؟ يعني ايش الهدف من الستبي اريا والسوستبي اريا والنوت سوستبي اريا؟ هي عملية تقليل الراوتينج تيبل. بدل ما اعرف انه في الخارج الاو اس بي اف دومين هذه في عندنا 20 شبكه هنا متصله، كلهم شغالين اي جي ار بي، كلهم لاحظ شغالين اي جي ار بي، لانه لازم يستعرض. احنا ذكرنا يا شباب انه داخل الاريا نفسها بيبعث معلومات تفصيليه، طيب خارج الاريا نفسها ما بيبعث معلومات تفصيليه، بيبعث يعني الاريا هذه والصبنت ماسك وكيف اصل لها. الاريا هذه يعني هنا عندنا كم؟ هنا عندنا نتورك 70. واضح الكلام؟ النتورك هذه ايش هي؟ 70. الار 1 هنا، الار 1 اللي موجود في اريا 13 بيعرف معلومات عن ان في شبكه خارج الاو اس بي اوف دومين اسم الشبكه هذه 70.70.70. واضح الكلام؟ بسبنت ماسك 27 اقدر اصل الى هذه الشبكه عن طريق راوتر. هذا الراوتر بيسمى مثل ما اسلفنا سابقا ASBR Autonomous System Border Router. يعني الراوتر R1 بيعرف ان في شبكه اسمها 70 خارج نطاق ال OSPF دومين بسبنت ماسك 27، اقدر اني اصل لها عن طريق راوتر اسم الراوتر هذا R4 بكوست. واضح الكلام؟ بكوست كذا كذا. واضح الكلام؟ لكن ما بيعرف مثلا اشياء اخرى تفصيليه. واضح الكلام؟ يعني يعرف النتورك واضح الكلام، ويعرف السبنت ماسك ويعرف كيف يصل لها. يعني معرفه الار 1 بتصل لحد هذا الحد، لحد هنا فقط، لحد R4. بعد R4 بيفصل، بعد R4 ما بيعرف اي تفاصيل دقيقه. وجايز هذا اللينك من هنا لهنا اكيد في له كوست،
يعني طبعا اكيد بالطبع انه في لو كوست، واضح الكلام. هو ما بيعرف اي اشياء تفصيليه عنه، جايز اللينك اللي من هنا لهنا في بينهم باسورد، ما بعرف ان في باسورد، لا بعرف معلومات. ايش لما اقول ستابي اريا؟ لما اقول ستابي اريا طبعا هذا لكل نتورك، لاحظ لكل نتورك. طيب فرض انه عندنا هنا الان 70.70.70.0، واضح الكلام. ولو جيت انا هنا، لو جيت انا هنا، لاحظ الكلام اللي هنا، لو جيت انا هنا على R8، طبعا في R8 في ثلاث شبكات، انا راح ارويكم ان شاء الله الكونفيجريشن تبعها، وراح نشوف هذا عمليا كيف انه بيفهم ان في نتوركس موجوده خارج. لاحظ الكلام، هنا عندنا نتورك واحده، لكن لو عندي اكثر من نتورك بيبعث معلومات عن كل نتورك. لكن انا عشان اوفر مساحة تخزينية في الراوتينج تيبل، وعشان تكون عملية المعالجة البحث، عشان تكون عملية البحث عن شبكة في الراوتينج تيبل عملية سريعة، خلاص انا اروح عن الراوتر الملخص، وبعدين الاي اس بي ار هو بدوره، لانه هذا اصلا الاي اس بي ار بيعلم معلومة. طالما اني اعرف معلومات تفصيلية عن الشبكة اللي موجودة هنا، يعني ار 4 بيعرف معلومات تفصيلية عن الشبكة الموجودة هنا، فليش انا اتعب نفسي انا لازم اعرف كل المعلومات اللي يعرفها هنا؟ يعني اخسر مساحة تخزينية هنا واخسر مساحة تخزينية هنا، يعني هذا اصلا غلط. فانا ايش اسوي؟ اقول لR1 اي نتورك، اقول لR1 اي نتورك خارج الاريا 30، اي نتورك خارج الاريا، اي نتورك خارج الاو اس بي اف دومين، يعني اي نتورك مروتة باي اوتونوموس سيستم، مثلا باي راوتنج بروتوكول، اي اي جي ار بي، ريب، اي نتورك خارجيه جايه من نتورك اخرى، تقدر تصليها عن طريق هذا الراوتر. يعني بقول له ارميها على الراوتر 4، وراوتر 4 هو بيتصرف. فرضا هنا عندنا داخل الاي اي جي ار بي دومين مثلا 1000 شبكه، بيعلن عن طريق واحد فقط، واضح الكلام. هذه الاريا، الاريا 30، اذا عملت لها كونفيجريشن بهذا الشكل بتسمى ستابي اريا، بتسمى ستابي اريا. اريا يعني بتعلم طريق واحد للراوترز اللي موجوده خارج الاي اس بي، خارج الاو اس بي اف دومين. اتمنى يا احبه ان الفكره عندكم وضحت عن اريا، ايش عن اريا، عن الستابي اريا، عن الستابي اريا. جيد، هذه الخاصية بتسمى ستابي اريا. معلش على السبورة طبعا، بس انا حببت اني ايش اوضح لكم يعني. طيب هل هذه الراوترز، هل هذه الكونفيجريشن موجودة باي ديفولت؟ لا، لازم انت تسويها. اذا ما سويتها، لا، الراوترز الموجودة في اريا 30 حتعرف ان في نتوركس موجودة خارج الاو اس بي اف دومين، وحتعرف كل نتورك والصبنت حقها والديتيلز، هتعرف كل نتورك والصبنت حقها، واضح الكلام. لكن انا ممكن اسوي كونفيجريشن في الار، في الاريا 30، ادخل على الراوتر R1 وادخل على الاريا 30 واقول يا R1 ترى اريا 30 هي ستاب اريا، خلاص هو بيفهم انه ستاب اريا. خلاص مو ضروري اني اعرف كل النتوركس اللي موجوده خارج الدومين، ضروري اني اعرف الطريق الى كل النتوركس اللي هو ارميها على R4. اروح على الار 2 واقول له يا ار 2 ترى في عندك اريا اسمها 30، ادخل على اريا 30 واقول له ترى الاريا 30 اللي هي موجوده وانت عضو فيها، ترى هذه الاريا ستوب، اقول له كذا هذه الاريا ستوب. اروح على ار 3 واقول له الاريا 30 هي ار، هي اريا ستوب. بيفهم، بتفهم هذه كلها النتورك، بيقوم بيلخص جميع النتوركس الخارج الاو اس بي اف دومين، بيلخصها براوت واحد وبيعطيه او او، واضح الكلام، بيعطيه او ستار اللي هو ديفولت راوت، ديفولت راوت لاي اريا خارج الاو اس بي اف دومين، لاي اريا خارج الاو اس، الاو اس بي اف دومين، واضح الكلام. هذه بالنسبه لحاجه اسمها ستوبي اريا. اتمنى اني وصلت المعلومه بشكل واضح. حاعطيكم ايش بنقول، يعني هعطيكم نقطة واحدة فقط اوضحها لكم ان شاء الله. لاحظ عندي، لاحظ معذرة يا احبي على
طيب كانت عندي هنا النتورك 8، لاحظ الكلام، دوت 8 دوت 8 دوت 1، طبعا كلها سلاش 27، واضح الكلام، كلها سلاش 27. طيب كانت عندي النتورك الثانية اللي هي هنا 8 دوت 8، معذرة يا أحب على الكتابة، بس دوت 8 دوت 8 دوت 65. النتورك الثالثة الموجودة 8، لاحظ الكلام هنا، دوت 8 دوت 8 دوت 129. واضح الكلام؟ وفي عندنا هذه النتورك الرابعة، واضح الكلام؟ لما اجي هنا في R1، لما اجي على الراوتنج تيبل هنا في R1، لما اجي على الراوتنج تيبل هلاحظ انه سجل معي، يعني هلاحظ انه سجل عندي هنا OA2، واضح الكلام؟ ما علينا من الـ A1 والـ A2، راح نشرحها ان شاء الله بتفصيل ممل. OA2 حيسجل معي ان في شبكة اسمها 70، يعني لاحظ الراوتنج تيبل حق R1 كم كيف حيسجل، حيلاحظ حيسجل معي ان في شبكة اسمها 70 دوت 70 دوت 70 دوت 0 سلاش 27. واضح الكلام؟ حي ايضا نسجل هنا ايضا OA2 حيقول ان في نتورك اسم النتورك هذه 8 دوت 8 دوت 8 دوت 0 سلاش 27. حيسجل ايضا ان في نتورك اخرى اسمها OA2. ايش اسم النتورك هذه؟ 8 عفوا هنا ايوه 8 دوت 8 دوت 8 دوت 65 سلاش كم؟ سلاش 27. ايضا حيسجل في الاخير OE2 8 دوت 8 دوت 8 دوت 129 سلاش 27. إذا ما عملت configuration في النورمال اريا، في الاريا العادية، إذا كانت اريا 30، الاريا 30 هذه مو ستابي اريا، يعني ليست ستابي اريا، حتخزن أربع راوتس. حتخزن كم راوتس؟ أربع راوتس داخل الراوتر R1، وحتخزن أربع راوتس داخل الـ R2، وحتخزن أربع راوتس داخل الـ R3. لاحظ عندي كم عدد الراوتس، حتخزن أربع راوتس بأربع راوتس بأربع راوتس، واضح الكلام؟ كم صار عندنا عدد الراوتس؟ 12 راوتس، 12 راوتس موجودة داخل الاريا 30. طيب إذا أنا عملت إن هذه الاريا مثلا عملت configuration بأنه هذه الاريا طبعا تخزين الأربع راوتس، يعني أنا الآن لو أنا أبحث عن شبكة اسمها 8.8.8.65 راح أبحث في أربع راوتس موجودة، واضح الكلام؟ في أربع راوتس موجودة. طيب إذا عملت الأريا 30 هي عبارة عن ستاب أريا، إذا سويتها ستاب، إذا عملت لها كونفجريشن على أن هذه الأريا هي عبارة عن ستاب أريا، ستاب أريا، إيش راح أسوي؟ راح أسوي التالي، بدل ما يخزن الآر، بدل ما يخزن، أنا إيش كيف الكونفجريشن جدا سهلة وجدا منطقية، يعني ما بتحتاج أصلا إلى أي إجهاد فكري. أنا بروح على R1 بقول له ترى الأريا 30، الاريا 30 تراها ستوب، R2 الاريا 30 ستوب، اقول لل R3 الاريا 30 ستوب. اي راوتر لاحظ، ما اقول لل R، اذا قلت لل R1 ترى الاريا 30 ستوب
وقلت لار 2 الاريا 30 ستوب وما علمت ار 3، يعني خليت ار 3 بدون ما اقول له ان الاريا 30 ستوب، في هذه الحاله الاريا 3 راح يجمع معلومات تفصيليه عن الشبكات الخارجه لاو اس بي اف دومين، وبالتالي ما استفدت شيء. لازم كل اعضاء الاريا بيعرفوا ان هذه الاريا ستوب. طيب سويت الكونفيجريشن، ايش راح يظهر معي النتيجه في الراوتنج تيبل؟ راح يمسح كل هذا الكلام. الان راح يمسح كل هذه النتوركس، لاحظ 12 راوت راح يمسحها على طول، كله راح يمسحه. لاحظ عندي اربع راوتس، انا الان بار 1، انا اتكلم الان عن ار 1، لاحظ الكلام. وايش راح يكتب لي؟ راح يكتب لي التالي، راح يكتب لي بدل ما يخزن 12 راوتر راح يكتب او ستار، لاحظ الكلام، او ستار، لاحظ الكلام، ديفولت راوت 0 دوت 0 دوت 0 دوت 0 على 27، راح يخزنها كلها بسطر واحد. اذا الهدف من الستب اريا هو توفير، تقليل حجم الراوتنج تيبل، تقليل حجم الراوتنج تيبل، ريديوسينج راوتنج تيبل. هذه الاريا بنسميها ستب اريا او بنسميها ستبي اريا. اذا اتمنى اني افدتكم يا احبه في خاصيه الستبي اريا، واضح الكلام؟ شرط اساسي اني اعلم جميع الراوترز كل اعضاء الاريا اقول لهم الراوتر الاريا هذه ستب، الاريا هذه ستوب. طيب في يعني استثناءات لهذا الشيء، من ضمن الاستثناءات الموجوده لا يمكن، لار 2 لار 0 لاريا 0 بانها تكون ستوب. هذا ايضا يعني شيء جدا مهم. كيف؟ يعني انا الان لما اجي على ار، لما اجي على اي راوتر داخل الار 4، انا لما اكون في جر الاريا، لما انا ابغى اشوف الاريا 0 تكون ستوب، ايش راح اسوي؟ راح ادخل على الراوتر ار 2 واقول له ترى الاريا 0 ستوب، ادخل على ار 4 الاريا 0 ستوب، ار 3 الاريا 0 تراها ستوب، ار 5 اقول له الاريا 0 ستوب. اول ما ادخل على الراوتر ار 2 واقول له الاريا 0 ستوب بيطلع لي مسج على طول مباشره بيقول لي الاريا 0 cannot be ستوب اريا، الاريا زيرو لا يمكن ان تكون ستوب، بالعكس الاريا زيرو هي الاريا الام التي يجب ان تعرف تفاصيل دقيقه عن كل اريا، تفاصيل دقيقه عن كل اريا، واضح الكلام؟ اذا من الاستثناءات في الستوب اريا بانه الاريا زيرو لا يمكن ان تكون ستوب اريا، الاريا زيرو لا يمكن ان تكون ستوب اريا. طيب النقطه الثانيه، النقطة الثانية وأيضا هذه نقطة أيضا جدا مهمة، إن شاء الله راح نأخذ معكم النقاط الأخرى اللي هي شرح، راح نأخذ إن شاء الله التوتال ستابي أريا، النوت سو ستابي أريا، والنوت سو ستابي توتال ستابي أريا، واضح الكلام؟ يعني بهذا القدر نكتفي هذا اليوم إن شاء الله بشرح الستابي أريا، بهذا القدر نكتفي بشرح الستابي أريا. إن شاء الله في دروس قادمة، في دروس قادمة سوف أقوم بشرح الكونفيجريشن لكل اريا، كيف انا اسوي كونفيجريشن، اخلي الاريا 30 ستوب اريا او اريا 20 ستوب اريا او اريا 10 ستوب اريا. طبعا الاريا طبعا ما فيش حاجه اسمها هنا اريا، هنا غلط area. لما اذكر هنا اريا في الاي جي ار بي لا يمكن. اتمنى اني افدتكم واريد تعليقاتكم على الفيديو، و في حالة طبعا اكيد في وجود اخطاء كثيرة، لكن انا ابغى منكم التعليقات تكون موجودة والاستفادة، يعني تسمعون الحلقة. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.